شنو اسميك؟ واخا سميتي إكرام. إكرام منين؟ أنا كنسكن في خنيفرة. خنيفرة، وشحال في عمرك؟ عمري 21 سنة. 21 سنة. من باغا دير هاد التست؟ عندي واحد السيد دابا أنا مع 12 سنة. شحال؟ من الصغر ديالي 12، من الصغر ديالي 12 عام. أنا باقا من كنت باقا صغيرة. راك كتقولي لها دابا كتهضري لنا على ملي كانت عندك 9 سنين. وكيفاش انا حركت دابا متبعك في اللايف. وفين تعرفتي عليه؟ هو تكون من العائلة ديالي، انا وياه كنا خوت من اللي كنا بحال تكون عايشين في بلاصة وحدة. اها، شفتو ديك من ديك المدة وحنا غادي تنكبر شوية ولا كنبوا بعد ايام. شربتو حليب واحد؟ اه. هو الا شربتو حليب واحد راه حرام عليك. شنو سميتو؟ اختي عاتي عاوتاني مبقيتش كنسمعك. قلت لك سميتو مصطفى. منين مصطفى؟ تا هو من نفس المدينة نفس انا. شحال في عمرو؟ عمرو واقيلا 24 سنة. وانتي 9 سنين وانتي معاه وكتقولي واقيلا، وشحال في عمرو بالضبط؟ 24 سنة. 24. آه، شنو العلاقة اللي كتجي معاك انتي وياه؟ غير الحب صافي. دابا شوفي راه الهضرة عندك فيها تناقضات. دابا كبرتي انت وياه في نفس الدار من العائلة، جا للدار عندكم بغى يخطب بلا خبر عائلته، إذا ما حدو كبر معاك، ما حدو كبر معاك، إذا عائلتك مع عائلته راه عائلة وحدة. عائلة وحدة، يعني حنا كنا ساكنين في الدار زعما يعني مقاربين بعضياتنا بزاف. إيوا كيفاش؟ لا لا، اللي بغيت نفهم كيفاش جا زعما خطبك بلا خبر عائلته، وعائلته راه هي عائلتك. دابا حنا ماشي كنا زعما كابرين زعما في بلاصه واحده، يعني زعما راه حنا تندخلو بصح المهم كاين في بلاصه واحده بنفس الحي، فهمتي؟ واخا رينا النمره ديالك. عرفتي عليك؟ صفر. صفر. ايه وضرات لي لا ميموار. الو الو، السلام عليكم. سي مصطفى مساء النور. سي مصطفى مساء النور، لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. كي دايره العائله؟ الاحوال ديالكم كلشي مزيان؟ الحمد لله. كي غادي مع الصيام غالب ولا مغلوب؟ والله يا خويا تعادل ياك. ايوا مزيان. انا اخذ من اختك واحد دقيقه ولا جوج. اه ياك ما حداك العائله؟ لا لا. نعم لا لا، بوحدي. مزيان. مصطفى من مدينه خنيفرة، سن 24 سنه، معك سي محمد السريري مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. خيت ليك نفرج في البرنامج ديالنا، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ محمد السريري. اييه. اه عندي معلومات عليه. اتصلت بينا واحد البنت قالت لي راه تعرض حداك الصداع. اوكي. قلت لك اتصلت بينا واحد البنت تعرفتي عليها هذا العام وبغات دير لك التيست بما انك عرفتي. هذا العام. اه. ايوا صافي، عرفتيها؟ لا لا، هو هذا السريري الله يهديك. تفضل. داير لايف ولا لا؟ داير لايف. اش دايرو؟ فيوناو فيوناو. دابا خليك معايا حتى نسالي معاك لابي وديك الساعه دخل لايف. الا قطعتي دابا دخلتي لايف راه غاتسمع شكون. دونك شنو سميت هاد البنت اللي انت وياها في علاقه اللي لا تعرفتي ليها هاد العام؟ هاد العام بالضبط. هاد العام بالضبط. تفضل. لا غير كنت الحرف الاول. بلاش بلاش نحيد لا صوت باش ما تسمعش. سير هضر قول لي بالزربه السميه ديالها. نقول لك الحرف الاول ولا السميه كامله؟ غير قول السميه سير ما كتسمعش في اللايف. اه
نقول بحد ما حد يتحيد لك الصوص من اللايف باش ما كانش من عسقك. كوثر كوثر فعلا كوثر 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 فعلا شحال باش عرفتي على كوثر؟ عندك الزرام مسقوطه عام غير باش شحال من شهر حيت انا قلت لك عام ولكن هي راه قالت لنا غير شي شهور زعما بحال 9 شهور وشحال بحال هكا شحال نعم شحال بالضبط هاك يا كوثر ندوزو تقريبا هي زعما تقريبا وصافي وياك في هذا العام زعما تقريبا شحال من شهر راني قلت لك زعما انا عام غير بصفه ايوا صافي هادشي هو اللي بغيت نقول لك زعما فهاد العام راه هي هادي كوثر غوتي غوتي كنسمعك يلا هو مصطفى شكرا بزاف شكرا بزاف مصطفى هضر معاها ما عرفتش هضر معاها قول لها لاباس تفطرتي بصحة وراح فطور وسولها لاباس هانية لا بس الحمد لله كل خير أنا ما عرفتش الصوت هذا ريالاش قولي لي شكونتي قولي شكونتي بغيتي نقول لك 12 عام وا الشريف شحال انت واكرام مع بعضياتكم كل قصه طويله ها هو ايه هو وكوثر قصه قصيره فعلا وكان شي قصه متوسطه كان شي قصه متوسطه ولا والو ما شاء الله صريح واش بغيتي يا اكرام خويا والله الا طيرتيني طيرتيني هاد القصه طويله وقصه قصيره اقصى حوجه نشوف في الحياه ديالي واش ما عمرك تفرجتي فيها يا كتفرج ايوا ما خصنيش نقول لك الحقيقه الو اكرام هاك القصه الطويله هضري كنتي كتوقعي منو ولا لا؟ متوقعة 200% اه؟ متوقعة 200% يلا شو بغيتي تقولي ليه؟ قالت لك ما مسامحك لا دنيا لا اخرة لا مسامحاك كيفاش مسامحة هي المدلولة؟ عشتي 12 عام شنو غديري فيها غتشدي الدكتوره ودابا راكي دايره بروجي ديالك وعندك وليدات وكعطيها الدوره ونشط 12 عام وغادي تقعدي تحطي رجع لرجل تبقاي عاطيها غير السفر هذه 12 عام مضيعه عليا مع هاد بوركابي هذا اللي عنده قصص طويله وقصص قصيره ومازال متوسطه بغيت بلاتي بالله عليك مصطفى دابا اللي عطى الله عطاه ياك مصطفى مصطفى دابا اللي عطى الله عطاه وانت راجل ونص ياك كتسمعني اسمعك شنو سميت مولات القصه المتوسطه الا كنتي راجل نيت وعندك الجراه دابا قول شنو سميت القصه المتوسطه ودابا قلتي كاينه ايوا سير الله يمسخك صبن صبن إربن إربن تهلا اثناشر عام الزغبية ما يستاهل هذا كابر مع وسط دارهم وسامحاتو هانتي تشوفي
قالت لك مسامحة دنيا وآخرة، وسيري هي المدلولة. 12 عام ومازال كتقولي مسامحة دنيا وآخرة. إوا قطعي هربي. حسبي الله. 2